كيف طاقة تأثيرها كبير بتطلع من ذرات حجمها صغير؟ هل الطاقة بتنضغط ولا شو القصة؟ شو عم يصير؟ أي نعم يا صديقي اللي معرفش اسمك ولا عنوانك، الطاقة فعلا بتنضغط وتتمدد وتتحول من صورة لصور كتير، وإحدى صور الطاقة إنها ممكن تتحول لكتلة، أو العكس الكتلة ممكن تتحول لطاقة، وهو ده جوهر الطاقة النووية. إزاي؟ لو بصيت على أي ذرة لأي عنصر، وليكن مثلا ذرة الهيليوم اللي بتتكون من 2 بروتون و2 نيترون و2 إلكترون، 6 جسيمات مالهمش سابع، وإحنا دلوقتي نعرف مقدار كتلة كل جسيم من دول، وبالتالي لو جمعنا كتل الجسيمات دي على بعضها فالمفروض يطلع لنا كتلة ذرة الهيليوم. الواقع بقى هو ان كتلة ذرة الهيليوم عمليا بتكون اقل من مجموع كتل الجسيمات الستة دول اللي بيكونوها، والفرق الصغير ده هو مقدار الكتلة اللي بتتحول لطاقة علشان تربط مكونات نواة الذرة ببعضها، وهي دي الطاقة النووية اللي حسبها اينشتاين بمعادلته المشهورة، الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. وعلشان مربع سرعة الضوء ده رقم كبير جدا بيحتوي على 16 صفر، فمهما كان فرق الكتلة ده صغير، لما هتضربه في الرقم الكبير ده هتطلع لك كمية كبيرة من الطاقة، والطاقة الهائلة المتخزنة في نواة الذرة دي ممكن نستخرجها بطريقة من اتنين، الانشطار او الاندماج. في حالة الانشطار بنجيب ذرة كبيرة ومدملكة كده زي اليورانيوم 235 ونقوم خبطنها بنيترون يكسرها لأجزاء أصغر، ولو جبت آلة حاسبة وحسبت معايا مجموع كتل نواتج الانشطار ده هتلاقيه أقل من كتلة ذرة اليورانيوم والنيترون اللي طلع منهم نواتج الانشطار ده. طب راح فين فرق الكتلة ده؟ خرج في صورة طاقة رهيبة نقدر نحسبها من معادلة أينشتاين زي ما قلنا. نفس الظاهرة بتحصل في حالة اندماج ذرات صغيرة علشان يكونوا ذرة أكبر، وهو ده التفاعل اللي بيحصل جوه الشمس علشان يولد الطاقة الشمسية اللي هي تقريبا مصدر كل الطاقات على وجه الأرض. الطاقة الهائلة دي بتيجي من اندماج 4 ذرات هيدروجين جوه الشمس علشان يكونوا ذرة هيليوم أقل منهم في الكتلة، ولو حسبت ورايا الطاقة الناتجة من فرق الكتلة ده هيطلع لك رقم صغير كده ممكن تستهيفه، لأن ده اللي بيطلع من 4 ذرات هيدروجين بس. مش هقول لك بقى الشمس فيها هيدروجين قد ايه، انا هقول لك تعالى نحسب الطاقة اللي ممكن تطلع من اندماج كيلو جرام واحد من الهيدروجين، ونشوف هنحتاج كام الف طن من انواع الوقود المختلفة علشان نحصل على نفس كمية الطاقة دي. عرفت